عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه عندما كان ينتهي من دفن أحد الصحابة، كان يقول لأصحابه: استغفروا المتوفيكم واسألوا له التثبيت. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اغفر له وارحمه. حسام لسه ما ظهرش، ترى بيقولوا لسه مش عارفين نقفوا. بقاء لله، بقاء لله. مدام سارة جبريل مش كده؟ أيوة. شريف الجهري، لما بحث المخدرات. مدام سارة كنت عايزك تشرفيني في المكتب لمدة ساعة، مش هاخد من وقتك كتير. أكيد بتهزر، حبك دلوقتي يعني؟ مدام باينة وأنا في المدافن ما بكونش مرتاح أبدا، فأرجوك سيبيني أشوف شغل. ممكن؟ هبقى أتصل بحضرتك. شكرا. صحيح. المفروض تروحي دلوقتي، انا هقعد ناخد العزاء مع الناس. لا مش هسيب ابني، مش هسيب احمد. انا عايز اموت وانت هنا جنب احمد. صحيح. عايز اموت جنبه هنا. انت ست مؤمنه وعارفه ربنا، لا صح مش تقولي كده. احمد سبتني ليه يا حبيبي؟ سبتني لوحدتي ليه يا احمد؟ سبتني ليه؟ ايه يا صحيح؟ ايه ايه يا نسبق على رأيي. بقاء لله، بقاء لله يا باشمهندس. شكر الله وسعيك ضابط شريف. مدام سعد، أنا آسف على اللي حصل في الشقة، بس ده جزء من التحقيقات. عايزين مننا ايه؟ ابني مات قدامك اهو اندفن، عايزين مننا ايه؟ سيبونا في حال ده بقى، سيبونا في حال ده بقى. مدام سعد، أنا مش جاي أحقق، أنا جاي أعزي حضرتك. وأنا مش قابل عزم لحد، بتهم ابني إنه مجرم. مش قابل عزك. خلاص، خلاص يا شريف بيه. العزم بتاع حضرتك وصل، متشكرين أوي. ألف شكر. ده نشأة نصر الدين. اه بقى في حتة قريبة. حتة قريبة. قال لله. حتة ما فعلا. الظاهر خالد عرف. أكيد بعد ما أبوه جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البقاء لله يا دكتور، يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا متشكر قوي على حميد. لا شكر على واجب. إحنا هننزل نعي صغير بس كده في جريدة الأسرة، يعني عشان الزملاء ياخدوا ثواب العزاء. يا سيدي كتر خيرك والله. هعتبر العزاء وصل. وعلى العموم أنا متشكر قوي لتعبك. أستأذنك بس عشان ألحق السكشن عقبة. قاسم السكشن فاضل عليه شوية، وإحنا إن شاء الله ناويين نصلي العصر يا جماعة. يا ريت يعني تيجي معانا وهو ندعي لأخوك الله يرحمه. طيب أستأذنك بس دقيقة، دقيقة يا عبد وهحصلك على المسجد على طول بعد إذنك. بقاء لله يا محمد. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل يا مريم. طب أنت مش محتاج أي حاجة؟ أكيد طنط تعبانة قوي. ربنا يخليك يا رب، متشكر. هي بس الخطفة خدتها شوية، محدش أصله كان مستني حاجة زي دي تحصل. اه عبد الحميد وقف النهارده في المحاضره وعمل اعلان عشان العزاء. تفتكريني ان وانا داخل على باب الكليه والناس عماله تعزيني، وانا اقول لحقوا يعرفوا امتى؟ اه ده قال لي كمان انه عايز ينزل نعي في مجله الاسره. هو نيته كويسه وهو ده المهم يعني. مريم، هو ازاي حد ممكن يختفي من حياتك كده فجأة؟
ادعي له يا محمد، ادعي له. حاضر ادعي له. انا هروح اصلي معاهم وهدعي له. هبقى اشوفك في السكشن بقى. السلام. يا دليل اعمل نسكافيه. داليا نسكافيه. يوه اقطع عليا الشات بقى عشان كوبايه نسكافيه. اللي هي اختي شات بكلم عمر ابن خالتي على الفيس. هو انت ليكي اهل اساسا؟ فيس ايه؟ وريني كده. ايه ده شاكيره؟ ايوه شاكيره. امال ماله ايه وبتاع ايه؟ هو عمر ابن خالتك ده ما شافكيش بقاله كام سنه؟ يجي ست سبع تمن سنين كده اهو. ست طبعا ليه حق. قومي يا داليا اعملي نسكافيه يلا. على فكره انا زهقت. نسكافيه وشاي وقهوه. وصاحبك اللي جوه اللي بعتني اجيب له سجاير ايه ده؟ مين اللي جوه؟ انا عارفه صاحبك مين. ما انت كل يومين دلوقتي في المكتب بينط لك صاحب بكره يجي لك بنات وتبقى زيطه. خلاص يا داليا اعملي نسكافيه. اعملي بلاك بلاك. رياض الحوض الباين ده فيه. معلش يا اصل في واحد صاحبي لسه كان ميت من يومين والنهارده كانت جنازته. الله يرحمه يا شمجلي. انا لسه عارف امبارح بالليل اول ما وصلت. يا حسام ما جتش الدفنه ليه؟ في يا حسام؟ مفيش يا طارق. بس بصراحه كده انا ما كنتش مصدق. بعدين ما هنش عليا اشوف قاسم في المنظر ده. تصدق بالله انا عندي احساس انه ما ماتش. وفجاه زي المسلسلات هيقلب تاني على وش الدنيا. ما انت عارف مجنون. مجنون هو المجنون دلوقتي بيشتغل في تجاره المخدرات مش كده؟ مخدرات؟ دي كمان مش عارفها ولا ايه؟ كتاب الله ما اعرف يا ابني. طب والنيابه؟ نيابه يا شمرلي. نيابه يا شمرلي؟ انت مش كنت شريكه؟ يبقى اكيد ليك دخل في الموضوع ده. زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. لا شريكه بس اثبت بقى يا معلم. حللوا دمي، شرحوني، اللي لاقي في نغشيش ريحه المخدرات يبقى ليه الكلام. انا نضيف يا شمرلي. نضيف يا شمرلي؟ انت عبيط يا ولا ايه؟ شغل الارجوزات بتاعك ده مش هيطلعك من قضيه زي دي. ولما انت مالكش اي حاجه هربان منهم ليه؟ بقول لك يا حسام انت جاي عندي ليه؟ جيت عشان اشوفك. تشوفني؟ انا اعرفك دلوقتي بقالي 15 سنه. عمري ما شفتك مره في حياتي الا كنت قاصدني عشان مصلحه. من الاخر كده يا حسام انت عايز ايه؟ والله العظيم جاي اشوفك بس. النسكافيه تشرب حاجه رابعه يا بيه؟ داليا حطوا ضيوف اللي جوه. شوفي حد يهويها ويروقها. استاذ حسام يقعد معانا شويه. يلا شوفي حد يهويها. هوينا. حالتك كويسه؟ احسن. بقول لك ايه يا انور، انا كنت عايز اتكلم معاك دقيقه. طيب يلا اطلع. اتفضل. انا كنت عايز اسال، هو الجنين اللي في بطن فرح ممكن يعيش في ظروف فرح دي؟ هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. عشان كده حاطين كل الغذاء لفرح من خلال المحاليل. طيب انا اسف يا انور في الكلام اللي هقوله لك، بس انا قبل ما يكون ليا وضعي ومكاني قدام الناس انا اب يا دكتور، والظروف اللي احنا فيها ما تسمحش بالوضع ده. انت عايز تقول ايه يا محمود؟ عايز اقول هو احنا ممكن نعمل عمليه اجهاض. اجهاض؟ يا راجل حرام عليك. ده احنا بنعمل كل ده عشان الجنين يعيش. ايوه انا فاهم والله فاهم، بس انا مش متاكد من الاب. لو كان اللي توفى ده هو الاب يبقى حرام طفل يعيش بالشكل ده. محمود انت راجل تعرف ربنا كويس، وعارف ان اللي انت بتطلبه مني ده هو عين الحرام. انا طبعا ما اقدرش افتي في الظروف دي، لكن برضه ما اقدرش اعمل عمليه زي دي. وبعدين يا اخي انت مستعجل ليه؟ ما تستنى شويه، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. خليها على الله شويه يا محمود، خليها على الله. ونعم بالله. على اذنك انا هروح لفرح.
تحت امرك يا باشا. اقوم مدام ليلى موجوده؟ ثواني اشوفها لحضرتك فوق على المكتب. اتفضل. نقول لها مين حضرتك؟ شريف الجوهري، هي هتعرف. ماشي مدام ليلى، في ضيوف تحت عايزين. تمام، شكرا يا عم سيد. استاذ شريف. مدام ليلى. مرتين في يوم واحد، ايه الحظ ده؟ ازيك؟ الحمد لله. انا بجد اسف اني فعلت، بس انا شرحت لك انا في المدافن بكون عامل ازاي. اتمنى حضرتك تكون فهمت رد فعلي، انه كان بسبب ان كل حاجه ليها وقتها ومكانها. اكيد احمد قاسم كان بيقضي وقت كتير هنا. كان بيقضي وقت كتير هنا ولا لا؟ هو كان صاحب مكان يا استاذ شريف. اه بصي مدام ليلى، وكل ما تكوني صريحه معايا اكتر وواضحه اكتر كل ما هتخلصي مني بسرعه وهتستريحي مني. استاذ شريف انا ما عنديش اي حاجه اخبيها، امرني. ماشي. انت بقالك تعرفي احمد قاسم قد ايه؟ اعرفه بقالي 5 سنين. كان صاحب جوزي قبل ما ننفصل. خالد نشأت نصر الدين. كان زميله في المدرسه. هو حضرتك لسه عندك اسئله كتير صح؟ شغل. طيب تشرب حاجه؟ ميه. تمام. سمر عايزه فنجان قهوه. اتفضل معايا. هقول لك بقى، احمد قاسم كانوا بيقولوا له اكس. انا اتعرفت عليهم تقريبا كلهم في نفس الوقت. هو انت هتفضلي مكشره في وشي كده كتير؟ بابا عمال يكلمني لازم اروح يا فرح. تروحي فين؟ انت ناسيه ان انا بقيت عندكم. اه انت هتروحي معايا، انت اصحابك بقى لهم ساعه بيقولوا انهم جايين ولاطعيننا ومحدش جه. جايين من مصر الجديده والدنيا زحمه، وبعدين بالكوا ايه خطوتين من هنا؟ في ايه يعني؟ اقول لك كلمي ابوك كده قولي له اي حاجه. مش هكلمه يا فرح. هو ده اللي بيتكلم؟ طب اقول لك ما ترديش عليه. فرح بطلي يضرب معايا. انت ما سمعتيش التليفون. بس خلاص مفيش تليفون. فرح. ايه ده اكس؟ ايه بقى يا فرحوطه؟ الاخبار؟ ازيك يا اكس؟ عامله ايه؟ ليلى اكس. احمد صلاح اسم يعني اكس. ليلى عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا رأفت. مصر امانه في ايديك على الجبهه. جبهه ايه مجنونه انت؟ علي النعمه انت تعمل لك جبهه لوحدك بحلاوتك. مش معقوله الركنه بقت صعبه قوي. الروح كوكي كريم جورج. ليلى ده كوكي بقى حب السنين حبيبه قلبي حياتي. والله القعده الحلوه دي هتوحشني، والخلق اللي تفرح دي. ليه هو انت رايح فين؟ مسافر؟ مسافر. اه هتنفي بعيد عنك. الاستاذ لبس جيش. ايوه لبست جيش. فيها ايه؟ حاولت اسقط تاني نجحوني. لا 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 مش عجباني لغه الحوار اللي بينكم دي خالص. مفيش حاجه اسمها لبست جيش يا هانم، اسمها سينال شرف الخدمه في الجيش. ايوه ايوه مثل تبدل، تاخد انت الجيش وتديني الشغل عند ابوك. يا عم صدقني انت لو اشتغلت مع ابويا ده اسبوع واحد بس هتجري على الجيش ده جري كانه حلم حياتك. طب بقول لكم ايه، خالد فين؟ بيركن. وبال بقول لك ايه يا لوزه، تيجي ناخد كده لفه في المكان على اساس يعني ان انا صياطك. تصيطني؟ انت هتصيع على مين يالا؟ مش عايز تتمنظر بيا على مين؟ ها؟ مش مهم يعني اي حد وخلاص. ماشي اتمنظر بيك وتتمنظر بيا، يلا صاحبي برضه. يخرب بيت ام البنات اللي مبوظين الواد في نافوخه، هموت واجوزه. عندكش عروسه للاخ؟ ايه ده انت بتشتغل خطبه بالليل ولا ايه؟ لا هو بسطرهم بدل ما هم دايرين على حل شعرهم. والجواز هو الحل صح؟ يا ابني الخيانه دي والصياعه دي مرض ما بيتحلش كده بالجواز. ايه الفتي الاوفر ده؟ مفيش كده اصلا في الدنيا. اللي بيحب حد ما بيشوفش غيره في العالم. انت بس اللي شكلك ما حبيتيش قبل كده. يا سلام، انت ما تعرفنيش وبتحكم عليا. انا هجيب كلام من عندي، باين عليك مكتوب على وشك. اتفضلي، ادي اول واحد لازم يا اما يجوزوه يا يقتلوه عشان يرحموا بنات الناس منه. شفت بنت السنه دي عملت تاتو فين؟ شفته؟ بنت لذينه ولا فارق مع امها. بس بقول لك ايه، انا هصورها على الفيسبوك وافضحها. طبعا انا هستاذنكم معلش اتاخرت. طبعا استني يا ليلى بس. فرصه سعيده جدا. قول لفرح ان انا سايبه لها المفتاح في المكان اللي هي عارفاه. طب استني، طب هاجي معاك اوصلك. طيب مين دي؟ مين اللي بتقول ازاي؟ يخرب بيت ام لسانك. حاسب يعني حضرتك وفرح الطرابيلي لسه اصحاب؟ بقى لنا فتره ما بنشوفش بعض. انت عارفه انها كانت ورا احمد قاسم على الموتوسيكل؟ عرفت. تفتكري كانت ورا ليه؟ مستنياك تقول لي. انا ما اعرفش. انت ما رحتيش تزوريها في المستشفى؟ ما قعدتوش صحاب؟ انا وفرح كنا اصحاب فتره، انا وخالد اتجوزنا بعدنا عنها.
هو خالد فين؟ آخر مرة اتكلمنا كان من 3 شهور. أظن كان في لندن. أحمد آسف ما جابلكيش سيرته. أحمد بعد ما راح الكامب بتاعه محدش بقى يسمع عنه حاجة، بس عادي جدا تلاقيهم هما الاتنين كانوا بيتكلموا، كانوا زي الإخوات. في حاجة؟ لا مفيش. أنا آسف إني بزعجك، بس أنت عارفة أنا بعمل ده لصالحنا ولصالح أحمد آسف. الله يرحمه. الله يرحمه. نكمل كلامنا وقت تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه رأيك يا ست الكل؟ أعمل لك فنجان قهوة مظبوط يعدل دماغك من البن المحاور بتاعنا، ولا أجيب لك نسكافيه من بتاعك و... ربنا يخليك يا عم سيد، أنا كفاية عليا قهوة النهاردة ومشي دلوقتي كمان شوية. بألف سلامة يا فندم. تقوميني بأي حاجة؟ ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. رد بقى يا طارق. يا ريس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه، عايز الباشمهندس صلاح. هو مش موجود، في حاجة يا باشا؟ مش موجود؟ طب أنا هنزل الموتوسيكل ده وبكرة هاجي أمضيع الموتوسيكل استلام الكرتونة دي. ماشي، خلاص؟ تحت أمرك. فك يا عم محمد. الباقية في حياتك يا ست هانا. حياتك الباقية ده حال الدنيا الحمد لله. من 3-4 ساعات كده في جماعة مخبرين جم وجابوا معاهم كرتونة والموتوسيكل بتاع ايه اللي جاب النيلة والزفت ده هنا؟ أنا ما استلمتوش منهم يا هانم، أنا ما عرفتش استلمه منهم بصراحة، بس فيهم واحد اسمه عطا خد نمرة حضرتك وهيكلمك وهيجيلك بكرة إن شاء الله. ماشي. طيب يلزم أي خدمات؟ آه شكرا. السلام عليكم. السلام. تعالى يا كيمو، اقعد اقعد. بص بقى يا كريم، انا طول عمري بتعامل معاك على ان احنا اصحاب ومحدش بيخبي عن التاني حاجه. مظبوط ولا انا غلطان؟ صح. عبير بتقول لي انك طلبت من البغدادي يشتغل على اعمار نشأة نصر. انت عملت كده يا كريم؟ مظبوط. ليه؟ لان انا بغبائي توقعت ان الراجل اللي اسمه نشأة نصر الدين ده بعد ما بقى وزير الاسكان انه يهتم اكتر بالناس، يهتم اكتر بالشعب، لكن انا كنت حمار مش فاهم. بيقول لي عايز الصفوه، الصفوه وبس. براحتك، محدش ضربك على ايدك، المهم انك تبقى مرتاح في الشغل. على سيرة الراحة بقى، في واحد من الفراشين قال لي انه لقى عيب سجاير حشيش في مكتبك، وامبارح مباحث كانوا هنا بيسألوا عليك عشان صاحبك أحمد قاسم طلع تجري كوكايين. إيه بقى؟ ساكت ليه؟ أصل إيه بقى دي بتفكرني بأحمد قاسم، الله يرحمه كان دايما بيقولها. ماشي، وأنت هترد بقى ولا أبعتك معمل يحلل لك؟ نعم، معمل ايه اللي يحلل لي؟ انت فاكرني في ثانويه عامه يا بابا ولا ايه؟ خلاص لو مش عاجبك كلامي دافع عن نفسك. ادافع عن نفسي اقول ايه؟ انت بتتهمني ان انا بشرب مخدرات وبتتهم صاحبي اللي لسه ما ثبتش عليه انه تاجر مخدرات؟ يا ابني هو انت فاكرني ان انا بتبلع صاحبك احمد قاسم ده؟ انا فتح له بيتي من وانتوا صغيرين سوا في المدرسه، ومامتك الله يرحمها كانت بتحبه، بس انت ما عندكش اي فكره على البلاوي اللي كان بيعملها، واقعد انا بقى كل شويه اتذل قدام ناظر مدرسه او مدير نادي عشان اطلعك. أنا يا ابني مش عارف أتذلل قدام محكمة ولا قدام قاضي، افهم. فاهم، وما تخافش أنا مش هخليك تتذلل ولا قدام محكمة ولا قاضي. أي هوبسو. ها جاهز يا محمد عشان أوصلك؟ أنا خلاص خلصت يا مريم، أنا هلم حاجتي واحدة. طب أنا كتبت لك المحاضرة بتاعت الصبح، خدها بقى صورها وهاتها لي بكرة. أنا متشكر جدا بجد يا مريم، مش عارف أقول لك إيه. إيه يا عم أنت؟ مالك بقيت فورمال كده ليه؟
في ايه يا محمد؟ انا عمري ما فهمت احمد كان بيفكر ازاي. زمان لما كان بيجي البيت ومعاه فلوس كنت بساله واقول له ايه اكس جبت الفلوس دي منين؟ كان يقول لي مالكش دعوه ياض. انا حاسس ان انا ما بقتش فاهم حاجه بصراحه. خايف افهم اتحصل على اخويا اكتر. دكتور اسم ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. استاذ شريف ضابط مباحث مريم زميلتي في الكليه. اهلا وسهلا. انت ما وراكش حاجه ممكن ندردش شويه؟ طب انا هستناك في العربيه. طب يا مريم انا هحصلك على طول. اوكي انا اسمك. اتفضل. والدتك عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله، احسن شويه. بالمناسبه انا بشكر حضرتك علشان جيت الدفن. بص يا محمد انا مقدر الموقف ويا ريت تعتبرني صاحبك. يا ريت اتكلم معايا عادي. احمد الله يرحمه كان بيحبك قوي. أنا عمري ما حسيت أحمد في البيت كأنه أخويا الكبير. أحمد كنت بحسه أبويا. أحمد بالنسبة لي كان سواء حاسس. كان يخاف عليا جدا. لما هو كان في ثانوية عامة أنا كنت لسه عيل في خمسة ابتدائي. كانت الناس دايما كلها تقول له إيه يا أبو حميد؟ إيه إكس؟ ناوي على إيه؟ هتعمل إيه؟ كان بيقول لهم إن هو ناوي يخليني أحسن حد في الدنيا. ولما انا دخلت الثانويه عامه كان هو في الجيش. بتعلي صوتك عليا؟ ما هو من اللي بشوفه بجراري في البيت ده. حرام عليك يا بابا، البيت ما فيهوش مليم. فوق يا بابا، الارض راحت خلاص. اخرس دي ارضي وحقي. ايوه بس احنا جنب البهد. يا صلاح يا صلاح انت يا احمد في ايه؟ الناس سامعيننا هنتفضح. خليهم يسمعوا. هتسمعوا ابني الكبير وهو عمال يزعق في ابوه فكان عيل من العيال الصغيره اللي بيسرح معاهم. الباشا بيحاسبني على الفلوس اللي بصرفها في القضيه وفي المحاكم. مش عارف اني بعمل ده عشان مستقبله ومستقبل اخوه. انا هو مستقبل ده؟ عايز تقف قدام الحكومه؟ عايز ترفع قضيه على البلد؟ انهي مخ في الدنيا يقول كده؟ وما اعرفش قدامهم ليه يا ابني؟ ده حقي. حقك حقك، حلني بقى. ايوه يا حبيبي شوح لي وانت ماشي، شوح لابوك. خلاص بقى يا صلاح خلاص. يا ابو حميد. ايه بقى؟ ايه اكس؟ بتضحك كويس ولا سرحان وبتهجص؟ لا والله ده انا قاعد بقالي ساعتين على الكتاب اهو زي ما انت شايف. ياض مش بالساعات قلنا، بالتركيز. فتح مخك والنبي ما تعملش زيي. انا اشتريت دماغي من الاول ولبست. يا ريتني كنت عرفت اشتري دماغي زيك من زمان يا اكس. اوعى تفكر كده، يعني عاجبك قوي اللي انا فيه؟ عاجبك قوي اللي انا فيه؟ وايه اللي انت فيه؟ هو مين في الدنيا ما يتمناش يبقى احمد قاسم؟ يخرب عقلك يا حمار، انت مصدق الزفه والناس اللي ماشيه ورايا دي؟ يا ابني كل ده فاكس. اول ما الواحد يقع ولا يتشد الناس دي كلها هتنفط. انت لنفسك يا حماده. ولا انا ولا ابوك المجنون اللي بره ده ينفعك. انت لنفسك وبس، انت فاهم؟ ايه توريني بتذاكر ايه؟ ده بيولوجي. ايه الكتاب ده كله يا ابني؟ من فين ملزمت الدرس؟ لا درس ايه اكس؟ انا ما باخدش درس بيولوجي. نعم يا حبيبي؟ ما بتاخدش ايه؟ عايز تعدي وتقفل بكتاب الوزاره؟ انت عبيط يالا؟ ما انا هفهمك يا اكس هفهمك. اصل انا قلت لماما وهي قالت لي هقول لابوك ولما يشوف هيبقى يرد عليك. اسمع بكره تروح السنتر اللي جنبنا وتشوف احسن واحد بيدي البيولوجي بتاعك ده وتقدم معاه. بكره اول حاجه تعملها. سامع ولا اديك على بوزك عشان تفتكر؟ ما انا يا اكس لازم ادفع الاول عشان اروح اقدم. لا لا ما تقلقش، السنتر ده خيرنا مغرق. انا هكلم محمود عشان يحجز لك دلوقتي. عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ ايه عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف. انت احسن من اكس الف مره. أحمد أنا بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي. امسك نفسك يا دكتور، مفيش راجل بيعيط. أنا آسف. حصل خير حصل خير.
هو احمد كان خلاص كفايه عليك النهارده عشان تلحق صحابك. يلا. طيب حضرتك عايز مني حاجه تاني؟ لا لا ما عاوزك هكلمك. السلام عليكم. دكتور قاسم ركز في مذاكرتك ومالكش دعوه بحد. يلا دكتوره مستنياك. على اذنك. اتفضل. يا حسن ايه الاخبار؟ يعني لا 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 انا عايز اخش المكتب الاقي حسام المصري مرسوم قدامي. زمان البوليس دلوقتي بيدور عليك. بقول لك يا عم طارق انا مش ناقص نايمه ما توترنيش اكتر من كده. في ايه يالا؟ انا معاك مش عليك. انا مش عايز محمد طارق. مش عايز ادخلك في موضوع انت مالكش علاقه بيه. ما بقى ليه علاقه خلاص ما انا معادك عندي في البيت اهو. يعني لو طبوا عليا هيبقى اتدخلت معاك رسمي. ما تخافش يا عم طارق مش طول عليك انا. يومين كده بس ادبر اموري واخلع من هنا. وتخلع ليه؟ لما انت ما عملتش حاجه اساسا. خايف من ايه؟ خايف ان احمد قاسم لو طلع بتاع مخدرات انا هلبس معاه. ولو حلفت 100 مره محدش هيصدقني. وحتى لو طلع ان ملوش علاقه، اللي عمل فيه كده اكيد هيعمل فيا كده، وانا يا طارق مش هستنى واقف اتفرج. يا اخي الاوضه دي ياما لمت. فاكر الواد قاسم الله يرحمه لما كان بيجي نقعد نذاكر هنا؟ يا اخي عمري ما فهمت، عمري ما فهمت. كان بيجي يذاكر معانا ليه؟ والله كان بيقول لي الوحده. كان دايما يقول لي انا حاسس ان حواليا ناس كتير. بس دايما حاسس ان لوحدي. دلوقتي فهمت بقى ان هو كان تعبان في نفوخه. لا والله اصل انت ما تعرفوش. انا فضلت معاه سنين. صبح وظهر وليل. فجأة بيكلم شخصية مرة واحدة تلاقيه بقى واحد تاني خالص. انت في ايه بتبص لي كده ليه؟ حسام يا مصر آخر مرة هسألك. أنت ليك علاقة بالمخدرات اللي هو في الكامب؟ ماشي كنت عايزك في موضوع كده. ايه ده يا ترى مين طالبين بيرة دول ولا ايه؟ مساء الخير كملت خش خش. استاذ طارق موجود؟ ايوه موجود. وطي حسك عشان محدش من الجيران يسمعك. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا طارق؟ عامله ايه؟ انت فين يا عم؟ انت قلبتها اداب بقى شفتات بالليل ولا ايه؟ اداب ايه وزفت ايه؟ يلا روحي يلا مش خلاص شغل يلا روحي. يوه هو المكتب يعني ما يبقى له حس كده هو انه يبقى حلو تمشيني فلح بس تقعدي مع عم حسين وعم جمال وخيريه الغضبانه. خيريه الغضبانه؟ مين خيريه الغضبانه دي؟ انا عارفه بقى عموما انا كنت ماشيه اساسا كده كده ما تنساش تطفي النور ماشي؟ ماشي؟ انا مش عارف مين اللي شغال عند مين انا مش عارف. ده ايه الكيان ده؟ هدي اللي لقيتها يا ليلى على قد فلوسي حاجه 300 كده. عامله ايه يا ليلى؟ انت اللي عامل ايه؟ انت فين؟ بكلمك من الصبح وببعت لك مسجات انت مختفي ليه؟ في ايه؟ ازيك يا لولا؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ خلاص؟ عملت اللي في دماغك؟ ارتحت؟ موتته وخلصت منه؟ بس كتر خيرك انك انت ما جيتش الجنازه، على الاقل طلعت راجل جنتي. ايه رنتي في اي كلام ملوش لازمه، لحد ما عندك ده يوديكي في 60 داهيه. انت عارف كويس قوي انه مش عند، انت عارف ان انا عندي حق، وانت السبب في كل ده، انت اللي دخلته في موضوع الكامب وخليته يسيب البيزنس الناجح اللي هو كان عامله معايا. ايوه طلعي كل السواد اللي جواكي كمان. حسام استنى يا طارق. انت اللي همك احمد قاسم ولا حسام ولا زفت؟ انت كل اللي حرك الشركه اللي كانت هتبوظ والفلوس اللي راحت منك اتكلمي ما تخافيش ده طارق مش حد غريب. انت من الواضح ان من كتر القرف اللي جواك انت فاكر الناس كلها بقت زيك. انا على الاقل ما رحتش اتفقت مع محمود الترابيلي على احمد قاسم. محمود الترابيلي؟ ايوه طبعا الاستاذ راح اتفق مع محمود الترابيلي. انت فاكر ان قاسم ما كانش هيقول لي ولا ايه؟ انت مش صاحبه الوحيد على فكره يا حسام. ايه يا حسام؟ ايه علاقه الترابيلي بقاسم؟ عم الترابيلي ايه؟ هو قاسم ده حواديته ما بتخلصش حتى وهو ميت يا اخي. ليلى ايه موضوع الترابيلي ده؟ ما تسال الاستاذ. ايه يا حسام؟ ما حد يقول لي. ايه الاخبار؟ في واحده سعادتك جت من ساعه مع حسن بيه ومستنيه حضرتك في المكتب. عند جوه؟ ايوه يا فندم. مدام ساره انا اسف فعلا اسف بس اظن جو التحقيقات ده مش جديد عليك مش كده؟ كده بس انا اول مره اجي مباحث مخدرات انا متعوده على السياسه. مفيش فرق الاثنين ادمان. في فرق كبير بين انك تدمر حقوق الناس وانك تدمر فيهم. لا 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 مش هنتكلم في السياسه. مدام ساره انا سالت كريم جوزك على مكالمه يوم الثلاث الصبح
لما عرفت انها من تليفونك ما رضيتش اقول له على مكالمات الشهر كلها. ست سبع مكالمات في اليوم مش كتير شويه على صاحب جوزك. اشرب ميه. مش كتير على حد زي قاسم. كفايه انه كان صاحبنا الوحيد. كان بيسمع لنا كلنا. لما كنت تتكلم معاه كانك بتتكلم مع نفسك بالظبط. ولما كان الكلام بيخلص كان الرد بيبقى وصل خلاص. وايه الرد اللي كنت مستنيه من قاسم؟ قرار جوازي. كان صح ولا غلط؟